شيء ثاني تعرفون صار هم يعني اكو فد شيء، يعني مثلا هسه الولد من يكبر ابنائهم يعني مثلا هو يريد غير شهاده او يدور يحب غير شيء هوايته غير شيء، يفرضون عليه الام والاب انه لازم تصير انت مهندس مثل ابوك او مثل امك او انه انت لازم تصير طبيب، رغم انه هو ما حاب هذا الشيء. اكو اعرف هواي عالم يعني دخلوا مهنه الطب او مثلا هندسه وبعدين تركها راح اشتغل الشغله اللي يحبها بعدين، فالفرض بده يصير يعني يحققون احلامهم مثل ما قلتي على ابنائهم. فهذه احد الامراض النفسيه نعم. اعتبرها من الأهل اللي هو أني ما صرت كذا مهنة وكذا وظيفة اللي أني أحلم بي اللي هي صح. طريقة تفكيري مبادئي جيلي يختلف فأخلي ابني يصير هيك، ابني ما يحب يكون بهذه الطريقة وبهذه المهنة يمكن أو مو هذا طموحه. وسالفة الأهل اللي أني ما أحبها صير دكتور وجيب معدل عالي وارفع راسنا يعني أنت راسك ما يرفع وما تكون فخور بابنك قدام الناس إلا إذا كان دكتور أو مهندس أو يعني هذه شو يسمونها هي شهادات اللي تعتبر أو هيك. طبعاً هم يعني من ناحية ثانية ممكن هذا الشيء يكون إيجابي لأنه مثلاً خلينا نقول الدكتورة تكون كلش مشغولة بعدها شغل، إذا يكون زوجها مو طبيب ما يقدر هي إيش قد تتعب ويمكن يخابروها بالثلاثة بالليل يكون عندها حالة يعني مستعجلة وطوارئ، فيمكن إذا هو يكون همينة دكتور راح يقدر هذا الشيء إنه هي دا تتعب وهي فعلاً عندها شغل ويساندها. هو الموضوع زين من ناحية مادية بصراحة. من ناحية مادية هسا كل صار يقول إنه عافية صير طبيب حتى يصير عندك فلوس حتى هاي صير مهندس نفس الشيء، فهاي صار التفكير إنه مادي أكثر مثل ما قلت يعني. شوفوا أنا يمكن يعني بالبرنامج القديم اللي قدمته شفت أطباء تخلوا عن مهنتهم وهي الطب. ويعني خلقوا لنفسهم مجال إبداعي خاص بيهم بأبسط الطرق، ايش قد حصلوا على انتقادات بس عرفوا هم وش يريدون، حققوا اللي أهلهم يريدوها هي شهادة الطب أو الدكتوراه أو الصيدلة، تركوا هذا المجال وجازفوا باسمهم وبإيمان أهلهم بهم بمشروع صغير بسيط ونجحوا بالمشروع أكثر مما نجحوا بالشهادة اللي أخذوها. أبسط مثال أنا يعني بصراحة أقتدي به وأقتدي به يعني الإصرار اللي عنده اللي هو شيف شاهين، ترك شهادته الحقيقية وصار شيف. شوف الموضوع والفوارق إيش قد هي يعني تختلف وإيش قد هي ممكن احنا نشوفها، هذا ليش هيك صار شيف تالي تشف هاي تالي تشف بس هو قدر ينجح.